أستاذة ليلى المكون منيسي، رئيسة جمعية كفاءة مواطنة للتنمية. هذه الجمعية التي تسهر على برنامج أوراش ورش الركن وطبع الأحكام والقرارات القضائية وتضمين المحاضر والشكايات التابع لوزارة العدل، وفي إطار تفعيل وتتبع هذا البرنامج الحكومي تحت إشراف مجلس عمالة فاس والمديرية الفرعية الإقليمية لمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم جمعية كفاءات كتنظم واحد الدورة تكوينية للمستفيدين والمستفيدات من هذا البرنامج من تأطير المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات بفاس. كيف كان عرفوا على أنه برنامج أوراش هو برنامج حكومي، الهدف منه هو دعم الطاقات بالنسبة للشباب من أجل انخراطهم في سوق الشغل، ومن أجل تجويد هذه الأوراش خصوصا ورش الرقن كما أسلفت، تقوم الجمعية بهذا التكوين من أجل اكتساب مهارات وتجويد هذا الورش بالنسبة للمستفيدين. بالنسبة للأوراش التابعة لوزارة العدل، كاين واحد المسألة جميلة جدا، هو أن هاد المستفيدين والمستفيدات ديجا خضعوا للتكوين عبر ديستاج داخل مجموعة المحاكم اللي داخل مدينة فاس، يعني سواء رؤساء المصالح والأطر داخل المحاكم ما لقاتش معهم مشكل، بالعكس يعني أشادوا بالعمل ديالهم. شكر كبير للسيد والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، الرجل الأول على صعيد جهة فاس مكناس والساهر الأول على تنفيذ برنامج أوراش. هي فرصة اليوم باش نشكروا السيد رئيس المحكمة الابتدائية اللي سهلنا كيفية تنظيم هذا اللقاء، والشكر موصول لجميع الرؤساء جميع المصالح داخل ولاية جهة فاس مكناس، والشكر موصول لجميع الأطر داخل وزارة العدل للتعاون ديالهم. وكنتمناو لهاد الشباب أنهم أن هذا البرنامج ما يكونش مؤقت، ولكن في يوم من الأيام أنهم يولجوا سوق الشغل، خصوصا وأن الورش التابع لوزارة العدل ما شاء الله كنشوفوا على أن فيه طاقات شبابية اللي كلهم حاصلين على دبلومات كبيرة وطنيا، سواء الإجازة الماستر الدكتوراه، يعني هاد الشباب يستحقوا الأفضل. وشكرا لكم. معكم حمزة الدنوب، حاصل على شهادة الإجازة في القانون الخاص، الآن نتواجد داخل المحكمة الابتدائية من أجل دورة تكوينية حول برنامج أوراش. احنا استفدنا مزيان من هذا البرنامج أوراش، وكنطمحوا إن شاء الله المزيد من العطاء في هذه الدورة هذه، وانا اشتغل في داخل قسم كتابة الضبط للمكتب الجنحي. وكنشكر الأستاذة ليلى على هذه الدورة التكوينية وعلى المجهودات اللي كيديروا معنا، وكنشكروا الرؤساء ديالنا كذلك على الثقه ديالهم فينا. السلام عليكم، معكم اسماء المرضي، 23 عام، طالبه السلك الثاني علم اجتماع والحاصل على دبلوم ديزاين باتيمو، وكذلك ستاج في محكمه مده عام، وكذلك كنت استاذه في التعليم الخصوصي ميريديان سكول. الان كنتواجد في محكمه قصر العداله بالنيابه العامه، كنشتغل في القوه العموميه والاحداث. حكم بغي نشكر استاذه ليلى المرنيسي على الفرصه اللي تحت لينا اننا نكون ضمن الجمعيه ديالها، جمعيه كفاءه مواطنات للتنميه. كنبغي نشكر الاطر اللي كانوا حاضرين معنا اليوم في هذا الندوه، هذا التكوين بطبيعه الحال. برنامج اوراش غنستافد منه بزاف ديال الحوايج، كذلك غيفتح لي الفرصه انني نشتغل في عده مجالات، كذلك انني تعرفت على الأحكام وتدابير المحاضر والقوة العمومية، تدخل القوة العمومية والأحداث والجلسات، على حسب أننا واخا كنقراو ماشي بحال أننا كنخدم وكنشتغل، وحيت الاشتغال ماشي هي القراية. الحمد لله هاد أوراش تحلي الفرصة أنني ندخل المحكمة ونتعرف على بزاف ديال الحوايج، كنبغي نشكرهم كاملين. السلام عليكم، الاسم آدم هدي. الورش اللي كان لي حاليا انا فيه، يعني في الورش الثاني اللي تلقاته الحكومه، الحمد لله كان واحد اللقاء تواصلي مزيان
يعني اللي نظمته الجمعية ديال الكفاءات مع ممثلين اللي حضروا معنا هذا النهار هذا. كنشكروا جميع الحضور، كنشكركم انتم كمنبر صحفي، وكنشكروا كاع الممثلين اللي حضروا معنا واللي اتاحوا لنا فرصه في اننا يعني نعبروا على الطاقات اللي كاين الداخل فينا. لبنى الشقاري، طالبه سلك الدكتوراه علم الاجتماع التنميه والسياسات القرويه، عامله في البرنامج الجديد اوراش في المحكمه الابتدائيه الرئاسه قسم قضاء القرب. احنا سعداء جدا بتواجدنا فيه وفي قصر العداله الجديد. الموظفين سعداء منا ونحن ايضا كذلك سعداء جدا بتواجدنا معهم. الشكر موجه للجمعيه التي قادت هذا التكوين والتنظيم، هذا اللقاء التواصلي بيننا وبين الاطر والولايه والعماله والسيده رئيسة الجمعية المنظمة لهذا اللقاء، وشكرا جزيلا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.